على بعد 4 ياردات من الخط المستقيم ال 18 وشوت يا في الخشبة يا جول الاول البرازيل جول يا خبر مش معقول يا اول كورة واول طلع على الجول الجول الاولاني للبرازيل في الدقيقة 12 يا يا خبر كرة ضربت في القاء العارضة من تحت وتابع الاثنين زيكو وسيرجينيو الاثنين انما اعتقد انا ان زيكو هو اللي جاب الجول زيكو تمام نمرة 10 زيكو ده بيسموه بيليه الصغير الكترونيكمون 174 كيلومتر 250 على الساعة سي با مال سي ابسوليومون انوي 174 كيلومتر 250